لاتحاد الحرفيين بطرطوس سوق المهن اليدوية الدائم على الكورنيش البحري للمدينة. نحن كحرفيين كان شغلنا الشاغل انه افتتاح سوق للمهن اليدوية والتراثية في محافظة طرطوس. السوق هذا الحقيقة انا بشكر كل من ساعد من الجهات السياسية والتنفيذية في المحافظة على انجاز هذا السوق، وكنا حريصين نحن كل الحرص على ان نظهر بالواقع اهم الاعمال التراثية في المحافظة. سوق المهن اليدوية طرطوس كان حلم وصار حقيقة. طبعا سوق المهن صار واجهة لطرطوس، صار عبارة عن سفير تاريخي وارثي لطرطوس. سوق رح ينقل مهنة الاجداد للاحفاد والاولاد. هذا الانجاز هو نتاج عمل جماعي للاخوة الحرفيين كلهم بشكل عام، وان شاء الله هذا السوق يكون بادرة خير لكل الحرفيين مش منتسبين معنا بهذا السوق. يتضمن السوق ركنا خاصا للحرير والاعمال الفنية المتنوعة من خشبيات وصدفيات وأعمال نحتية، بالإضافة للمنتجات الريفية بمختلف أصنافها. هذا السوق من زمان عم نشتغله فيه حتى يبصر النور، دعم للمشاريع الريفية بمحافظة طرطوس وللحرفيين والمهن التراثية. طرطوس معروفة بالساحل السوري، معروف بالتراث، فحلو هالسوق هلك بيضل موجود فيه المشاريع الدائمة، فرصة لحتى تبين طرطوس تراث طرطوس للعالم الخارجي. هو كان حلم كل الحرفيين والحمد لله تحقق هالحلم. هالسوق هذا حلم وتحقق لنا، وكجريح أنا فتح لي باب، أولا ريحني من دفع الأجورات، ثانيا فتح لي منفذ بيع، بعتقد وإن شاء الله يكون منفذ بيع كويس لإلي ولرفقاتي. على عاتقنا كتير المسؤولية كبيرة إنه نحافظ على نعمل حماية للحرف السورية التراثية ونعمل عصرني لهذه الحرف بشكل إنها تتناسب مع كل الأذواق. يعتبر هذا السوق فرصة لترويج منتجات الحرفيين في المحافظة ومعلما سياحيا للمهتمين بتراث الساحل السوري القديم. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.